الحمد لله بخير يا شيخ. تعال يا سيد شيخ. إبراهيم، إبراهيم لم يحضر المرة السابقة، كيف حال شيخ إبراهيم؟ الحمد لله خير. أنت حفظت معنا كم، يعني حفظت المقدمة وكذا؟ كم تحفظ من المرة؟ ما زلت حتى إدغام كبير. يعني حفظت المقدمة؟ لا، من الاستعاذة؟ بدأت من الاستعاذة؟ من الاستعاذة. طيب، على بركة الله. حاضر أيضا الشيخ أبو نافع. طيب، نبدأ المراجعة من الأول، من البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظيم رحمه الله: بدأت بسم الله يا شيخ الرياض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت ماشي جيدا؟ تفضل. نعم، خمسة ماشي. نعم، بدأت بسم الله في النظم أولا: تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وبعد: فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. نعم، يا شيخ فايز. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالترج حاليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أما إذا كان أمة، ويممه ظل الرزالة قنقلا. هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا. يلا يا أبا نافع. بخير جليس. ألو أبو نافع. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وربة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، ينشد في إرضائه لحبيبه، واجد به سؤلا إليه موصلا. فيا وأجدر، مش واجدر، وأجدر. واجدر به سؤلا إليه موصلا. عندكم واجدر ولا أجدر يا شيخ فيصل في المثل؟ وأجدر يا مولانا. يوجد همزة قط، صح كده؟ هل يوجد أحد عنده همزة وصل؟ طيب، وأجدر يا يعني. وأجدر به سؤلا إليه موصلا. وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. واصلنا. نعم، كان خمس أبيات كده. أنا سمع خمس أبيات. طيب، يلا يا شيخ. إيد حفظت المقدمة يا إيد؟ مقدمة بلوم الشيخ. لا بأس، المقدمة سهلة مدة. Ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Insya Allah, sedikit-sedikit. Iya, baru suratul umil Quran. Insya Allah. Mish, barakallahu fiik. Tayyib Suhartati, ya Allah. Hani'an mari'an wanidak, hani'an mari'an wanidak alaihima manabisu anwarin minat taji wal hunah.
فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العنا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العنا والعدل زهرا وكمنا لها شهوب عنها استنارت فنورت توالت دجة حتى تفرق وانجنى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكنا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشوم بصحبة المجد الرفيع تأثنا ومكة عظيمة. شكرا جزيلا يا الشيخ عارف، حفظت المقدمة أو نصفها؟ نعم شيخ. حفظت المقدمة وقالون عيسى، حفظت هذا قالون عيسى ثم عثمان ورشوم؟ لا ما شيخ. عيسى؟ لا ما إن شاء الله تستطيع. نعم إن شاء الله. نعم طيب نبدأ مرة. الشيخ رفيقي موجود أهو يا شيخ رفيق. نعم شيخ. وقالوا نعم عيسى شيخ. تستطيع؟ نعم إن شاء الله. هاي. وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كثير القوم معتلى روى أحمد البزي له وابن كثير كافر القوم وابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت معللا هشام وعبد الله طابت إيه؟ نعم طابت إيه؟ طابت إيه؟ محللة مش معللة أبو كم معللة فتلك بعبد الله طابت محللة هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما شكرا. أبو نعم أختنا نبيلة فأما أبو بكر وعاصم وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا
وذاك بن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. أيوة خلاص أكمل. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. طيب وقفنا عند انتهاء ذكر الأئمة، والمرة القادمة إن شاء الله نستكمل من أول أبو عمرهم والإحصبي بن عامر إلى نهاية الباب المقدم. طيب دعونا نراجع مرة أخرى من أول الاستعاذة. أختنا إيت لا بأس، تفضلي. تفضلي يا إيت. باب نعم. يس. باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. على ما أتى في النخل يسرا وإن تزد مش في النخل في النحل نحلي أو كان نخل. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجحلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. ففيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. وكم من فتى كالمحدوي فيه أعملا. طيب باب البسملة أخونا عارف عربي. نعم نعم. باب المس باب البسملة. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وصلك بين السورتين فصوحة وصل وسكتا كل جلاياه حصلا. ولا نص كل حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وسكتهم المختار دون تنفس. وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لهمزة فافهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. نعم بارك الله فيه. فيكم. طيب مين سورة أم القرآن للشيخ فيصل؟ يلا. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين ربه ناصر وعند صراط والصراط للقنبلة. بحيث أتى وصال زيا أشمها لدى خلف وشم من خلاد الأولى. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا موصلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك فراكا وقالون بتخييره جلا. وقبل همز القطع سلها لورشهم وأسكنها ومن قبل همز القطع سلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا.
تمام. يا أبا نافع قولي الله الغم الكبير. ودون كلمة كبيرة قبضه أمر البصري في تحفف في كلمة هو ما نسم وما سلخ وبقي بليل ولا ومن بين كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وتبيع على قلوبهم والأفواء متمثلا إذا لم يكن مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا كنت ترابا أنت تقري واسع عليم نعيم تمي قاتم الثيلة وقد أظهروا في الكهف يحزن فكفره إذ النون تخفى قبلها لتجمل وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى يجد فيه معللا فيبدأ يجزون جميل. جميل الشيخ إبراهيم تستطيع باب الغم الكبير؟ إن شاء الله. طيب تفضل. فيبتغي مجزوما وإيك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلا فإبداله من حمزة هاء نصبها وقد قال إبداله من حمزة هاء نصبها وقد قال فإبداله من حمزة هاء نصبها هاء فإبداله من حمزة هاء نصبها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. طيب بارك الله فيك جميل. طيب نستمع إلى بداية باب الإضغام، باب إضغام الحرفين المتقاربين لأخت نبيلة. ماشي. باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم وثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزق كنجلا وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولى على الولى. نعم شفاء لم تضق نفسا بها. طيب شكرا جزيلا. دعونا نقرأ الجديد والذي سوف نشرحه يعني. افتحوا باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين من الشاطبية. انتهينا الحمد لله من حوالي 4 أبيات منه واليوم نبدأ في القسم الثاني وهو المتقاربين من كلمتين. المتقاربين من كلمتين، انتهينا من المتقاربين من كلمة في المرة السابقة. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رم دوى الضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحزح عن النار الذي حاه مضغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارف تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا يعني نقف هنا وقفنا عند حرف الدال وللدال كلم هذا الحرف سوف نتعرف عليه بعدين لكن نستطيع أن نكتفي هنا بالشرح والحفظ والفهم إن شاء الله مرة أخرى ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلا إذا لم يلون أو يكن ذا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحز عن النار الذي حاه مضغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا خلق كل شيء له قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارف تعرج الجيم مضغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا طيب نستمع إلى يعني أخوين أو أخ أخت طيب أخونا حسن الفكري طالما تأخر نعم تفضل نعم ومهما يكون كلمتين فمتغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تدق نفسا بها رمد وضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثكلا كزحزح عن النار الذي حاه مضغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا جميل شكرا اقتنيت اقتنيت بقيت برافو يا قرأي من أول خلق كل شيء بيت 140 إدغام كبير يا شيخ أيوة صادوس مبت بول صحيح هذا مبت صادوس مبت بولو أستاذ خلق كل شيء
كل شيء إدغام لك إدغام قصد. هذا إدغام. خلق كل شيء. خلق كل شيء لك قصور. لك قصورا. لك قصورا. خلق كل شيء لك قصورا وأدهرا. إذا سكن الحرف إذا سكن الحرف الذي قبل أق الذي قبل الذي قبل الذي قبل أقبل وفي ذي الودي وفي ذي الماء وفي ذي المآرج تع وفي ذي المعارج تعرج وفي ذي المآرج تعرج لا انقل. وفي ذي الماء معارض تعرج وفي ذي المآرج تعرج ال أبا يا جيم تعرج الجيم مدغم ومن قبل ومن قبل أخرج شطأه أخرج شطأه أخرج أخ ما شاء الله أخرج شطأه قد تثقل وعند سميلا وعند سميلا شين ذي العرش وعند وعند سميلا شين ذي العرش سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما فلا سده خلاص وفي زوجات وفي زوجات سين النفوس ومدغم أيوة وفي زوجات سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا له رأس شيبا باختلاف توصل باختلاف توصل طيب أحسنت أحسنت طيب جزاكم الله خيرا نبدأ إن شاء الله الإيه الشرح مستعد شيخ فيصل نعم شيخ فيصل طيب وهذا بدأ مشروع جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة الله العالمين النبي المهدى العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي الحمد لله من الله عز وجل علينا وأكرمنا بأن انتهينا من جزء من الأصول وهو الاستعاذة والبسملة وأم القرآن والإدغام الكبير وهذه الأشياء تتكرر كثيرا في القرآن الكريم للقراء العشرة أو القراء السبع طيب الإدغام الكبير انتهينا من ثلاثة أرباع انتهينا من المتماثلين من كلمة والمتماثلين من كلمتين وكذلك انتهينا من المتقاربين من كلمة واليوم إن شاء الله ننتهي من المتقاربين من كلمتين على حسب طاقتنا فيه المتقاربين من كلمتين يعني أن حرفان متقاربان ممكن أن يدغما للإمام السوسي عن أبي عمرو البصري أو بمعنى أصح يجب إدغامها للسوسي وإظهارها للباقين هذا الإدغام للسوسي متى يدغم ومتى لا يدغم هذا ما سوف نعرفه هذا إذا كان الحرفان متقاربان يعني تقاربا في المخرج قريب من بعضهما متى يدغم السوسي قال ليس كل الحروف المتقاربة تدغم للسوسي ليس كل الحروف المتقاربة تدغم للسوسي طيب كيف ما هي الشروط الايه ومهما يكون كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولاء
إذن هو يريد الإضغام، لكن هل كل الكلمات أو كل الحروف المتقربة بالإضغام؟ قال لي لا، سوف نحدد ما هي الحروف التي تأتي في الأول وما هي الحروف التي تأتي بعدها. يعني ما هو الحرف الذي يأتي في آخر الكلمة الأولى يا شيخ فيصل، وما هو الحرف الذي يأتي بعده يعني التابع له. مرة أخرى، الآن سوف نعرف الحرف الذي يأتي في الأول، الذي يأتي في آخر الكلمة الأولى. بعد قليل في البيت الثالث سوف نعرف الحروف الخاصة بكل حرف من هذه الأحرف. طيب علينا الأول أن نعرف ما هي الحروف المتقاربة التي تأتي في الأول. قال لي ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل مضغم، ولم يقل مضغم فيه. المضغم الحرف الذي يأتي في الأول، المضغم فيه هو الحرف الذي يأتي في الثاني، في الكلمة الثانية. فمضغم أوائل كلم البيت، أول حرف من كل كلمة في البيت الثاني، مثل ما أخذنا من قبل الطب مصر رحمن تفوز دفز نعم، يعني أول حرف من كل كلمة في التحفة، كذلك هنا أول حرف من كل كلمة في هذا البيت. بعده على الولاء، شفاء يعني الشين، لم يعني اللام، وهكذا. شفاء لم تضف نفسا بها، رم دواء ضن ثوى، كان ذا حسن ساء منه قد جلا. هذه الحروف هي التي تأتي فيها. يعني لو لقيت حرف وجدت حرفا آخر يا شيخ فيصل، أعرف مباشرة أنه ليس من الإضغام الكبير المتقاربين من كلمتين، خلاص بمعنى صح ليس فيه إضغام. مرة أخرى، ومهما يكون كلمتين يعني الحرفين المتقاربين من كلمتين يكون الاثنين في كلمتين، فمضغم يعني الحرف المضغم وليس المضغم فيه، المضغم أوائل موجود في أوائل كلمات الأبيات. بعد قليل سوف أذكرها لك على التوالي، على الولا، على التوالي. الحرف الأول الشين، شفاء، لم، اللام، تضغ، التاء نفسا، النون بها، وهكذا. طيب إذا سألنا أنفسنا الشين تضغم في ماذا؟ هذا ما سوف نعرفه بعد قليل. تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa bab dari bab usul, yaitu isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian surah Ummul Quran, kemudian kita juga telah menyelesaikan bab idgham kabir yang kita pelajari bersama, ada yang dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat. Begitu pula pada bab yang kita berada pada hal ini, yaitu bab idgham harfain mutaqaribain, ada yang dalam satu kalimat, ada yang dalam dua kalimat. Nah, alhamdulillah pada Ahad kemarin kita telah menyelesaikan yang dalam satu kalimat. Baik, sekarang kita masuk ke bait 136. Ya, menjelaskan tentang kapan Imam As-Susi mengidghamkan huruf yang mutaqaribain, artinya yang berdekatan makhrajnya, yang berada dalam dua kalimat. Ya, kemarin yang satu kalimat, sekarang kita masuk yang dua kalimat. Apakah semua huruf Imam As-Susi mengidghamkannya? Nyatanya tidak. Maka ada beberapa huruf yang dijelaskan oleh An-Nazim, dan itu yang kita pelajari sekarang. Kemudian pada bait 136, wa mahma yakuna kalimataini famudghimun, dan adapun ketika ada dua kalimat, ya, dua kalimat yang pastinya mutaqaribain, maka famudghimun. Nah, famudghimun di sini adalah artinya maka idghamkanlah. Maka ya, huruf yang pertama diidghamkan, ya, hurufnya itu datang di bait setelahnya. Awaila kalimil baiti ba'du 'alal wila, yang mana huruf yang akan diidghamkan adalah akan datang pada setiap huruf yang pertama di bait setelahnya, pada bait 137. Awaila kalimil baiti, yaitu artinya huruf-huruf yang pertama pada bait yang akan datang, yaitu syifa lam tadik nafsan bihat dan seterusnya. Nah, kemudian pada huruf shin di sini
huruf apa saja yang bisa diidghamkan ke atau dari huruf shin. Nah, ini yang akan dibahas oleh Syekh. Fadhol Syekh. الحروف سوف نعرفها في البيت بداية من البيت 139 الذي يقول فزحزح عن النار الذي حاه مدغم هذا يتكلم عن حرف الحاء يعني لكن في الوسط البيت 138 هذا البيت يتكلم عن الشروط تذكرون قديما أخذنا في المتماثلين من كلمتين شروط ما هي الشروط يا شيخ فيصل تتذكر نعم إذا لم يكن إذا لم يكن إيه مخبر أو مخاطب أو المكتسب أو المثقل يعني إن الحرف الأول الموجود في الكلمة الأولى في آخر الكلمة الأولى يجب إن هو لا يكون إيه تاء مخبر ولا تاء مخاطب ولا منون ولا مثقل كذلك الشروط هنا إذا لم ينون كذلك يعني لا نريد تنوين في الكلمة الأولى أو يكون تاء مخاطب ولا نريد تاء الخطاب تمام ولا مجزوما يعني لا يكون هناك أداة جزم تتذكرون عندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة كيبتغي مجزوما وإياك كاذبا كان في المتماثلين من كلمة المجزوم هذا أو الذي تقابل بسبب أداة جزم يعني تقابل غين مع غين لام مع لام بسبب أداة جزم كان هذا فيه وجهان للسوس لكن هنا في باب الإدغام المتقاربين بقى من كلمتين هنا ممنوع إدغام المجزوم يعني إذا تقابل كلمتان أو حرفان بسبب أداة الجزم فيمتنع الإدغام أصلا ليس مثل وعندهم الوجهان كذلك ولا متثقل إذا كان الحرف أول مثقل كذلك لا يجوز إضغامه هذا والله أعلم. طيب pada bait 137 ya itu kita bisa baca sendiri setiap intinya setiap huruf pertama dalam kata yang ada di sana itu adalah menunjukkan huruf-huruf yang bisa diidghamkan kepada huruf setelahnya dalam ibab idgham mutaqaribain ini. Akan adapun pada bait 138 ini menjelaskan tentang syurut atau syarat-syarat kapan seseorang bisa mengidghamkan atau dari riwayat Imam Susi bisa mengidghamkan huruf-huruf tersebut ke huruf setelahnya ya. Maka An-Nadhi menjelaskan idza lam yunawwan yang pertama tentu yang kita bahas di bait ini adalah syarat yang berada pada huruf yang pertama ya. Ya, tentunya huruf yang pertama artinya ketika ada dua huruf yang berdekatan dan dalam dua kalimat. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah huruf yang pertama ini. Ya. Di dalam yunawan yang pertama adalah jangan huruf yang pertama ini tidak boleh bertanwin, ya. Nah, dan ini sama seperti syarat dalam bab idgham kabir. Kemudian yang kedua tidak boleh huruf yang pertama adalah ta mukhatab, ya. Ta mukhatab artinya yang menunjukkan anta atau anti. Ya, menunjukkan atau dan seterusnya ya. Artinya jangan sampai menunjukkan ta yang menunjukkan itu adalah orang yang diajak bicara. Kemudian dan ini juga sama seperti bab idgham kabir. Wa ma laisa majzuman. Nah, syarat yang ketiga ini adalah berbeda dari bab idgham kabir. Jangan sampai pada huruf yang pertama itu hurufnya terdapat jazm ya atau akibat adanya jazm. Tidak boleh adanya adat jazm atau hal-hal yang membuat huruf tersebut atau kalimat tersebut menjadi jazm. Berbeda dengan bab idgham kabir ketika ada huruf atau kalimat yang berakibat atau menjadi jazm atau majzum, maka dalam idgham kabir bisa dipakai dengan dua cara ya. Bisa idgham atau tidak. Nah, itu kita pelajari. Nah, beda dengan bab ini, bab idgham mutaqaribain, maka
mutlak tidak boleh jazm pada, tidak boleh mengidghamkan jazm pada bab ini, mutaqaribain. Kemudian bab, syarat yang keempat adalah tidak boleh bertasydid. Nah, ini sama sebelumnya. Baik. Fadhal. مثال للمجزوم ولم يؤت ساعة من الماء. التاء مع السين متقاربة. التاء من حروف الايه؟ شفاء لم تضق تاءه. تاء تضق. ولم يؤت ساعة. التاء مع السين ات اس متقارب في المخرج. هل يجوز ان اقول ولم يؤت ساعة من المال؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن أصلها ولم يؤتى، يؤتى ساعة، يوجد ألف في الوسط. طب ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اللي الذي حدث أن أداة الجزم دخلت ولم، فحذفت الألف فصارت التاء مع السين، لكن أصلها يوجد ألف في الوسط. ولذلك إذا نظرنا إلى الأصل قلنا الإظهار، خلاص يبقى ولم يؤتى ساعة، ولم يؤت ساعة. خلاص يبقى تاء مع ايه؟ مع سين. المفروض ادغام، اللي لا يجوز ادغام. لماذا؟ انه ايه؟ مجزوما، نحن لا نريد جزما، نحن لا نريد جزما. اذا هذه تسمى موانع الادغام. وجود التنوين مانع من موانع الادغام، وجود تاء الخطاب مانع، وجود اداة جزم تسببت في التقاء متقاربين ايضا مانع من مانع الادغام، ولا المثقل ايضا، المثقل مانع من مانع الادغام. ولذلك نقول ايه؟ ايوه، هنا موانع الادغام مختلفه قليلا عن موانع الادغام في المتماثلين الكبير، من كلمه او من كلمتين، من كلمتين خصوصا يعني. فاذا نظرنا الى متماثلين من كلمه وجدنا ان متمثلين من كلمتين عفوا، وجدنا أن المجزوم مثل يبتغي غيره، هذا المجزوم فيه وجهان، لكن هنا ضعيف، ضعيف، فلا يجوز إدغامه، فصار إظهار قولا واحدا، بل صار مانع من موانع الإدغام. طيب، tadi Syekh hanya menjelaskan atau memperjelas tentang bait 138 ya, khususnya pada syarat tidak bolehnya idgham pada huruf atau kalimat jazm ya. Diibaratkan atau dicontohkan pada ayat walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta, baik, di sini ada huruf ta, sedangkan ta kita bisa temui pada bait 137 ya, ada huruf ta, tadlik ya. Ta artinya di sana ta boleh diidghamkan kepada huruf yang berdekatan dengan ta, dan huruf ta berdekatan dengan sin. Nah, pada kasus ini contohnya walam yu'ta sa'ah ya. Seharusnya ya, seharusnya ta dengan sin bisa diidghamkan. Akan tapi karena adanya halangan yang atau syarat yang menghalang kalimat tersebut atau ayat tersebut tidak boleh idgham, maka kita tidak mengidghamkan. Mengapa? Karena ada huruf lam di sini. Atau ada kata lam yang membuat yukta di sini yang asalnya yukta jadinya yukta. Ya, hilang alifnya. Kemudian baru bertemu ta dan sin. Nah, di sini adalah contoh terhalangnya idgham pada bab ini, berbeda dengan bab idgham kabir ketika dia walaupun ada jazm. Contohnya ya bataghi ghayra, maka pada hal itu boleh idhar, boleh idgham, boleh dua cara. Akan tapi pada bab ini khusus jazm sama sekali tidak boleh dan harus dibaca idhar, bahkan hal itu menjadi penghalang untuk kita mengidghamkan kata tersebut. Fadhol. Tamam. Da'una ba nadkhul fi ايه تفاصيل هذه الحروف. يعني الشين، هل تضغم الشين في كل الحروف يا شيخ فيصل؟ هل تضغم اللام، لم، في كل الحروف؟ هل تضغم التاء في كل الحروف؟ هل تضغم النون في كل الحروف؟ هل تضغم الباء في كل الحروف؟ هل تضغم الثاء في كل الحروف؟ يعني الثاء في أي حرف تضغم؟ الثاء في اللام تضغم؟ قال لي لا، الثاء في الدال تضغم؟ لا. إذن
هنا خصوصيات. الشين تضغم في حروف خاصة بها، اللام لها حروف الخاصة بها. فهمتم الكلام؟ هكذا باق يعني كل الأبيات المتبقية من البيت 139 حتى يعني آخر الباب يمكن، أو حتى قريب كده من البيت مثلا 153 كده مثلا. كل هذه الأبيات تتكلم عن حرف من هذه الأحرف، شفا لم تضف نفسا، وما يخصه يعني الحاء تضغم في إيش. قد تضغم الحاء في حرف واحد أو في موضع واحد أو في كلمة واحدة، قد تضغم في كلمتين أو حرفين أو ثلاث على حسب ما سوف يخبرنا الآن. طيب pada bait 139 nah kita mulai masuk kepada contoh-contoh huruf apa saja yang bisa kita idghamkan pada pada bait 137 ya. Kita tadi melihat pada 137 itu huruf-huruf yang bisa diidghamkan. Akan tadi pertanyaannya apakah huruf-huruf tersebut contohnya syin, contohnya lam, contohnya ta dan seterusnya, apakah boleh diidghamkan pada setiap huruf yang berdekatan dengannya atau tidak? Nah, di sini kita akan membahas kekhususan atau huruf-huruf yang boleh diidghamkan pada huruf-huruf pada bait 137. فزحزح عن النار الذي حاه مضغام، يعني قوله تعالى فمن زحزح عن النار، واذكر الجنة في سورة آل عمران. إذا أنا أقول الآن يا شيخ فيصل فزحزح عن النار، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أي حرف من حروف شفا لم تضف؟ حاج. أحسنت. إذن الحاء لها كم حرف؟ حرف واحد. وهو الإيه؟ عين. العين. وبالأخص ليس حرفا واحدا لكن موضع واحد. فزحزح عن كده خلاص. هذا موضع، موضع بعينه الذي جاءت فيه الحاء مضغمة مع العين. وانتهى الكلام عن الحاء. وانتهى الكلام عن الحاء. طيب السؤال، لماذا لم تأتي الحروف مرتبة كما هي، يعني الشين ثم اللام ثم التاء، لماذا جاء بالحاء أولا؟ شيخ فيصل الذي يحسن هذه الإجابة له مني يعني هدية. أنا لا أدري، في مرة سابقة أيضا قلنا هدية لكن إن شاء الله تكون له هدية، كلكم لكم هدية إن شاء الله. كيف؟ لماذا بدأ بالحاء؟ هل أحد عنده جواب؟ يعني من القليل إلى الكثير كذا شيخ؟ قليل وكثير؟ لا ليس شرط. ليس شرط. يعني أحيانا سيأتي كثير ثم يأتي قليل ثم يأتي كثير وهكذا، يعني في الوسط جاء الكثير جدا. لا ليس شرط. الدال مثلا هذه يعتبر أكثر الحروف، الدال والتاء، لكن جاءت في الوسط لم تأتي في الآخر. طيب أنا سأذكر لكم الحروف بالترتيب وأنتم ستفهمون لماذا جاء بالحاء أولا. انتبه، انتبهوا جميعا، انتبه يا سورتات، سورتات ستعرفها بسرعة. الحاء ثم الكاف والقاف الجيم الشين
ايوه على المراتب المخارج شيخ. احسنت. ايوه على ترتيب الايه المخارج الحروف هكذا رتبها الامام الايه الشاطبي، لكن لا باس اذا لم يمشي على ترتيب البيت ولكن مشى على ترتيب الايه المخارج في جسم الانسان. مفهوم؟ طيب كده انتهينا من الحاء ولها موضع واحد وهو فمن زحزح كده، فمن زحزح عن النار. طبعا بعدين سوف تتعلم كلمة النار لأبي عمرو أو لمن يميلون الألفات قبل الراء. Oh, طيب. Baik, 139 kita masuk ke contoh ya, contoh idgham mutaqaribain. Yang pertama adalah huruf ya fazuh zih. Nah, ini berarti huruf ha ya. Huruf ha setelahnya huruf ain. Maka dari sini kita melihat atau menyimpulkan bahwa huruf ha itu bisa diidghamkan kepada huruf ain. Nah, apakah huruf ain saja? Nah, huruf ain saja, bahkan bukan hanya huruf ain saja, akan tapi hanya pada kalimat ini huruf ha diidghamkan kepada huruf ain. Jadi huruf ha bisa diidghamkan satu huruf kepada huruf ain dan hanya atau pada kalimat ayat tersebut saja. Fazuhzi 'anil nar, hanya 'anil nar ya, hanya pada kalimat ini. Kemudian saya tadi menjelaskan mengapa an-nazim mengawali dengan ha, kemudian kho dan seterusnya, kemudian qaf dan seterusnya. Mengapa tidak sesuai dengan bait 137, shin, kemudian lam, kemudian ta? Maka kalau kita melihat pada dari bait 139 sampai seterusnya, maka kita akan menemukan bahwa an-nazim mengurut ya, contoh di sini adalah sesuai urutan makharijul huruf. Dari yang paling bawah dari tenggorokan dan seterusnya ke depan. Fadhil Syekh. Ayo. طيب. بعدين نبدأ في حرف آخر وهو الكاف مع القاف وكذلك القاف مع الكاف. يعني شوف لم تضق نفسا بالهم ده وضع سواء كان ذا حسن كان الكاف كان الكاف سأمنه قد القد أيضا الإيه القاف. يجب أن تنظر إلى المتن وأنا أشرح. إذا أنا أشرح يجب أن تنظر في المتن وليس في الشرح. انظر في المتن وليس في الشرح وليس لا تنظر، بل يجب أن تنظر، يجب أن تنظر حتى تحفظ. إذا عندي الكاف وكذلك القاف، فإذا جاءت الكاف الأول وبعدها قاف إدغام، وإذا جاء القاف وبعدها كاف إدغام، إذن كلاهما يدغم في بعضهما البعض. إذن الكاف لها حرف واحد وهو القاف، وكذلك القاف لها حرف واحد وهو الكاف، مثل خلق كل شيء. هذا مثال فقط، هذا مثال فقط، يعني إذن هي في كل القرآن. خلق كل شيء، كلمة لك قصورا، يقول لك قصورا، لكن هناك شروط، وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبله. يعني إذا وجدنا سكون قبل الحرف الأول لا يجوز الإدغام. إذن يجب أن يكون متحركا، فإذا كان ساكنا لا نستطيع الإدغام. لاجتماع الساكنين مثلا ممكن، قد يكون هذا وسط، مثل وتركوك قائما، لا يجوز أن أقول وتركوك قائما، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قبلها ساكن، تركوك الواو حرف مد ساكن، فلا يجوز إدغامها في هذا الموضع أو في هذه الحروف، يعني حرف الايه الكاف
مع القاف أو القاف مع الكاف. تفضل يا شيخ فيصل. Huruf selanjutnya pada bait 139 adalah qaf, ya. Qaf diidghamkan kepada kaf. Wa fil kafi qafun, berarti qaf diidghamkan kepada kaf. Wa huwa fil qafi udkhila, dan begitu pula qaf atau kaf diidghamkan kepada qaf. Baik. Kemudian contohnya pada 140, bait 140, khalaq kulli syai, khalaq kulla syai dan lak qusura. Pada yang khalaq kulla syai berarti itu adalah yang kita maksud huruf qaf. Huruf qaf diidghamkan kepada huruf kaf. Dan la kusura kaf diidghamkan kepada huruf qaf. Akan tapi pada huruf ini atau dua huruf ini mempunyai syarat khusus kapan seseorang bisa mengidghamkan huruf ini, yaitu wa udhira idza sakana al-harfu ladhi qabla uqbila. Maka idharkanlah atau diidharkan dua huruf ini jika huruf sebelum huruf pertama, maksudnya huruf kaf atau qaf, jika huruf sebelum huruf kaf dan qaf itu sukun, maka wajib diidharkan. Ya, contohnya tadi saya menyebutkan watarakuka qaima, ya, watarakuka qaima. Maka di sini tidak boleh mengidghamkan kaf kepada qaf karena sebelum kaf ada waw yang sukun, watarakuka qaima. Maka tidak boleh bertemu antara dua sukun. Maka harus diizharkan. Baik. Fadhal Syekh. Benyo. طيب. نفتح البيت بعده. خلنا ننظم ايه؟ ها وفي ذي المعارج مش كده؟ ايوه في ذي المعارج. طالما ذكر الموضع اولا اذا هو موضع واحد. ذي المعارج تعرج. الايه بتقول ايه؟ من الله ذي المعارج تعرج الملائكه، صح كده يا شيخ فيصل؟ نعم هكذا تقرا. من الله ذي المعارج تعرج، تسمعون جيدا؟ الجيم ذهبت حذفت ودخلت في التاء فصارت التاء مشددة. ذي المعارج تعرج هكذا، تاء مباشرة. طيب نكمل. في ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، الجيم هي التي مدغم فيه، يعني هي المدغم، عفوا هي الحرف الأول، وقلنا أن الحرف الأول اسمه إيه؟ مدغم. والحرف الثاني مدغم فيه. خلاص. إذا الجيم لها موضع مع التاء، موضع واحد وهو ذي المعارج تعرج. خلاص؟ يبقى إذا شيف لم تدق نفسا بها روم دوى ظن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. جلى دي الجيم دي ليس لها إلا التاء في موضع واحد وهو ذي المعارج تعرج وخلاص انتهى الكلام. طيب هل الجيم لها موضع آخر زيادة أو حرف آخر تضغم فيه؟ قال لي أيوة اقرأ كده. ومن قبل، يعني من قبل هذه الصورة، صورة المعارج يعني، قبلها صورة أخرى، ها صورة إيه؟ أخرج شطأه، صح؟ سورة الفتح. نعم أخرج الفتح. نعم رجب الزر أغلى من كفار أخرج شطأه فاستغلظ. أيوه فأخرج شطأه، دي يقول إيه؟ أخرش شطأه. أخرش شطأه، يبقى الجيم لها حرف الشين في أين يا مولانا؟ في موضع في سورة الفتح دي. أقول إيه؟ أخرج شطأه مع التثقيل طبعا في كل هذه المواضع. أخرج شطأه. إذا الجيم لها موضعان، موضع المعارج تعرج وموضع أخرج شطأه. انتهى الكلام عن حرف الجيم. Huruf yang selanjutnya adalah huruf jim. Huruf jim
ya, pada bait 141 terdapat dua huruf yang bisa diidghamkan dari huruf jim. Wa fi dzil ma'arid ta'ruju, ya. Ayatnya minallahi dzil ma'arid ta'ruju. Maka huruf jim di sini bisa diidghamkan. Yang pertama adalah hurufnya huruf ta, ya. Dan yang kedua min qablu akhrasyat. Min qablu maksudnya adalah dan sebelumnya, sebelum apa? Sebelum surat Al-Ma'arij. Ada contohnya, contoh dari jim yang bisa diidghamkan kepada huruf setelahnya yaitu huruf shin, ya, di surat Al-Fath, ya, Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Akhasyathu. Nah, di sini maka jim bisa diidghamkan pula kepada huruf shin. Baik, تفضل. طيب ندخل في كلمة أخرى أو في يعني حرف آخر اللي هو إيه؟ وعند سبيلا شين ذي العرش إلى ذي العرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا. إذن هو يتكلم الآن عن حرف إيه؟ حرف الشين المضغم يعني الذي يأتي في الأول يضغم في السين. يبقى إذن الشين لها موضع واحد الشين لها موضع واحد أو حرف واحد وهو إيه؟ السين. خلاص فينطق هكذا إذا إلى ذي العرش سبيل. طيب بعد ذلك قال لي حرف الضاد يضغم في الشين الضاد في موضع واحد في الشين في أين؟ لبعض شأنهم يقولها كده لبعض شأنهم وهكذا. يبقى الضاد تضغم في الشين في موضع واحد وهو إيه؟ لبعض شأنهم. نعم يستأذنك راجع نفاذ من شيء منهم واستغفر لهم الله. يلا يا مولانا كده أخذنا حرفين اهو. طيب بقى 142 وعند سبيلا شين ذي العرش. نعم دي سيني dikedepankan ya huruf yang keduanya yang dimaksud adalah dzil arsy sabila ya pada surat al-isra. Di sini shin, nah kita mengetahui huruf shin dia digomkan kepada satu huruf yaitu huruf sin. Baik. Dan contoh yang kedua adalah huruf dot dia digomkan kepada huruf shin saja dan pada satu tempat saja di ba'di sya'nim atau di ba'sy sya'nim. Baik. Maka dot hanya diidghamkan pada huruf shin dan pada tempat ini saja, ayat ini saja. Baik, betul. Baik. كلمة في وإذا النفوس زودت. تمام. وفي زودت سين النفوس. إذن السين تضغم في الزاي. السين لها حرف واحد وهو الايه او لها موضع واحد مع السين وهو واذا النفوس زوجت مع الزاي عفوا. يبقى السين لها موضع مع الزاي وهو ايه واذا النفوس زوجت. وكذلك لها موضع مع الشين الراش شيبا. يبقى إذا لها كم موضع؟ موضعان. موضع مع الزاي وإذا النفوس زوجت وموضع مع الشين له الراء شيبا. لكن هذا الموضع الأخير وهو الراء شيبا هذا باختلاف يعني ممكن يقول الراء شيبا ممكن يقول الراس شيبا. واشتعل الراس شيبا واشتعل الراء شيبا. طيب طبعا له 2 و4 و6 واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا وهكذا.
pada bait 143 ya, wafizu wijat. Nah, ini juga dibalik, artinya yang huruf pertama itu adalah yang nufus ya, huruf sin. Baik, huruf sin diidghamkan kepada huruf apa? Yang pertama adalah huruf ta. Contohnya nufus zuwijat, dan nufus zuwijat. Nah, di sini diidghamkan huruf pertama-tama huruf sin kepada huruf zai. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf sin kepada huruf shin. Nah, contohnya lahur las syaiba yang tadi dicontohkan Syekh. Maka khusus pada sin bertemu dengan shin ini bisa dibaca dengan dua cara, idhar ataupun idghom. Nah, dan idghom juga bisa dibaca dengan tentunya dengan tiga, bisa dengan dua harokat, ya, rosnya tadi, atau empat harokat atau enam harokat. Oke, fadl. بعد ذلك ولئن انت له الرسم بخطوط الصلاة وللدال كلم يأتي حرف الايه الدال وله حروف كثيرة موجودة في كلمات تربو سهل ذك شذا وهذا ما سوف نتعرف عليه في المرة القادمة ننتهي من يعني هذه الحروف حتى لا نطيل عليكم حتى تستطيعون الحفظ والمراجعة. أنا أريدكم وأطلب منكم طالبا يعني أشد على أيديكم أن تجتهدوا في مراجعة القديم وحفظ الجديد. انتبهوا يعني إحنا كل مرة سنحاول يعني فقط خمسة أبيات كل محاضرة خمسة أبيات فقط، لكن عليكم أن تجتهدوا في المراجعة وفي حفظ الجديد رجاء رجاء حتى لا يضيع وقتكم وعمركم يعني في السماع فقط. أشكركم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نفتح مجال سؤال ولا شيخ؟ تفضلوا إذا نعم. Silakan asatidzah yang ingin bertanya. Ana Ustaz. Afwan, ana sa'as'al. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Limadha naqra ras syaiban bi thalath? Takhart ya. Anta limadha takhart ya Syekh Afwan? نعم عندي برنامج يا شيخ أدرس أدرس الله مدرس كبير أستاذ عبد الفتاح أنت من أي المعاهد يا أستاذ عبد الفتاح؟ نعم يا شيخ تدرس في أي المعاهد أنت؟ أنا في بندونغ شيخ في معهد القرآن بندونغ. ما شاء الله أين أهلا بأهل بندونغ. ماشي نفع الله بك يا شيخ توكل على الله. أسأل يا شيخ. تفضل السؤال طبعا. لماذا نقرأ راس شيبا بثلاثة أوجه؟ راس شيبا أو راس شيبا أم بالإشباع راس شيبا؟ لو نظرنا لقواعد التجويد التي درسناها من قبل صح، عندنا قواعد تجويد تمام. ما هي قواعد التجويد؟ قواعد التجويد التي درسناها ان حرف المد اذا جاء بعده سبب كهمز او سكون صح؟ نعم يكون نعم. زياده فرعي صح كده؟ فدي ايه شده يعني سكون فمتحرك فممكن نسميه ايه ادغام مد لازم عفوا مد لازم او مد ايه عارض صح؟ طيب هذا الموضع الراس شيبا لازم ام عارض؟ مفهوم؟ مفهوم يا شيخ. هذا السكون لازم ام عارض؟ هذه الشده لازمه ام عارضه؟ عارضه يا شيخ. عارضه لان الادغام هنا ليس من الادغامات الايه؟ الاصليه في الكلمه. تمام؟ ليست من اصل الكلمه. ولأنها يعني متكررة عنده في كل القرآن فهو يعاملها معاملة العارض للسكون. فالعارض للسكون كان فيه كم حركة يا شيخ فيصل؟ 2 و4 و6 قصر وتوسط وإشباع. كذلك إدغام السوسي قصر وتوسط وإيه
وإشباع مثل عارض السكون وقفا. كذلك هذا عارض الإضغام، هذا نسميه عارض الإيه؟ عارض الإضغام. مفهوم يا شيخ؟ نعم يا شيخ مفهوم إن شاء الله. جزاكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب هل يوجد سؤال آخر؟ نعم أفن يا شيخ، في اللقاء الماضي عن طلق وكنا، هذا وجهان إظهار أو إضغام، أين الأقوى يا شيخ؟ لا بأس، يعني الأمر هذا ليس فيه أقوى أو لا، لكن هو واضح من كلام الشاطبي أنه يعني إيه يقدم الإضغام، يقول أحق، تمام؟ لكن هذا لا يشترط في كل الأوجه أن يكون لها مقدمات يعني، تمام؟ الأمر هنا متساوي إن شاء الله. وإن كان الأولى كما قال الإمام الشاطبي أن تعامل معاملة أخواتها، فلذلك قال أحق. نعم. طيب نكتفي يعني شيخ فيصل. شكرا يا شيخ. نعم يا شيخ. شكرا. فتح. شكرا للجميع. إذا أحد عنده سؤال ممكن يكتب إن شاء الله على واتساب، إذا يعني بعد مراجعة الكلام نطلب من الجميع مراجعة هذا الكلام وقراءته مرة أخرى من كتاب مثل الوافي أو تقريب الشاطبية للدكتور إيهاب فكري. ممكن تقرأوا الشرح أو تقرأ الجدول في الآخر، يوجد جدول لهذا الباب، هذا الجدول إن شاء الله مفيد ومختصر، وممكن تقرأ الشرح من البداية أيضا، شرحه مختصر وسهل جدا. ونسأل الله عز وجل المنفعة للجميع، وشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.